أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا لم يكن الذين كفروا من أهلي لم يكن الذين كفروا من أهلي لم يكن الذين كفروا من أهلي الكتاب الكتاب لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة حتى تأتيهم البينة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو رسول من الله يتلو رسول من الله يتلو صحفا رسول من الله يتلو صحفا رسول من الله يتلو صحفا مطهرة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب فيها كتب قيمة
فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ البينة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا وما أمروا إلا ليعبدوا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة
ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين وذلك دين وذلك دين القيمة القيمة وذلك دين القيمة وذلك دين القيمة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا إن الذين كفروا من أهل الكتاب من أهل الكتاب إن الذين كفروا من أهل الكتاب إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين والمشركين إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم في نار جهنم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها خالدين فيها إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر أولئك هم شر أولئك هم شر البرية البرية أولئك هم شر البرية أولئك هم شر البرية
إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جزاؤهم عند ربهم جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها خالدين تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا
فيها أبدا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه ذلك لمن خشي ربه جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك
أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.